السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بتم الصحة والعافية. معكم موغيوارا كايزوكو. مقطع اليوم سنكمل حديثنا عن ارك الريفيري، ولكن بعيدا عن تشيبوكاي والموضوع الذي تكلمنا عنه في المقطع السابق عن احتمال الغاء نظام تشيبوكاي، لان في هذا المقطع سأخصص لتسليط الضوء اكثر على جيش التوري ودراغون والتكلم عن الاسباب التي ستدفع بهذا الاخير للتحرك نحو هذا الاجتماع الذي سيقام في ماريجوا. فبعد مشاهدتك لهذا المقطع ممكن ستتفق معي ممكن لا، فقط اكتب لي تحت في التعليقات رايك حول هذا الموضوع، واذا كانت لديك اي افكار وتوقعات عن احداث الريفيري ومواضيع اخرى التي تريدني ان اتكلم عنها في المقاطع القادمه فالتعليقات مفتوحه للجميع. وبس لنبدا. ظهور الجيش التوري في ارك الريفيري والذي يترأسه مونكي دي دراغون شخصيا، الرجل الذي تعتبر حكومة العالم اخطر شخص في العالم، وبان هناك احتمال كبير جدا تواجد الجيش التوري في ارك الريفيري. لماذا؟ لانه بكل بساطة وبدون اي تعقيدات فهدف دراغون منذ الاول وهو الاطاحة بحكومة العالم، والاجتماع الريفيري الذي يقام كل 4 سنوات يكون في حاضر كل ملوك الدول المتحالفة مع التنينات السماوية والجيروسي. كل هؤلاء الشخصيات ذوي سلطة كبيرة سيتجمعون في مكان واحد ماريجوا، ودراغون بقيادة الجيش التوري لن يفوت هذه الفرصة التي كان يستعد لها منذ فترة طويلة، وبأن كل تعبه ومجهوداته على مر السنين لتكوين جيش توري قوي، ها هي الفرصة الآن أمامه لكي يوجه ضربة موجعة لحكومة العالم. وهنا تعمدت أن أقول ضربة موجعة ولم أقول إسقاط الحكومة، لأن للأغلب لن تكون نهاية الجيروسي في هذا الآرك، ولكن الجيش التوري سيكون له دور مهم في هذا الآرك ونتعرف عليه أكثر مع دراغون. وبحكم ذكاء ودهاء هذا الأخير فستكون لديه خطة، وهذه الخطة باعتقادي ستكون متعلقة بالأمير الشيراوشي والتي شهدناها هي ذاهبة أيضا لحضور هذا الاجتماع، وكما نعلم هي واحدة من الأسلحة الأسطورية وهو بوسايدن الذي يستطيع التحكم بملوك البحر، ونحن نعرف دور ملوك البحر جيدا في وان بيس، فإذا كنت تتحكم بملوك البحر يمكنك أن تتحكم بالبحر كله، وحكومة العالم على الأغلب لا تعرف بسر الأمير الشيراوشي، ولكن بالنسبة دراغون حاليا اعتقد انه يعلم بامر شيراوشي وهذا عن طريق روبن. هنا ساشرح كيف. اولا نعلم ان روبن في السنتين التدريبيتين كانت متواجدة برفقة دراغون وجيش التوري، وثانيا روبن هي من القلائد الذين يعرفون بامر وسير شيراوشي، واظن ان كان هناك اتصال بين روبن ودراغون في وقت انتشر الخبر في العالم على ان اللحية السوداء هاجم مقر جيش التوري في بارتيغو، اتذكرون؟ وبالمناسبة لا اعتقد انه حدث اي مكروه لدراغون او صابو، وبانهم تمكنوا من مغادرة جزيرة بارتيغو قبل وصول مارشال ديتشيتش وطاقمه، وإذ كنت أعتقد أن وقع لهم أي شيء أو تم الإمساك بهم أو شيء من هذا القبيل لما عملت هذه النظرية من الأساس. على العموم روبن أكيد قرأت هذا الأمر على الجرائد، لأن هذا الخبر كما شاهدنا انتشر في كل مكان، وقامت روبن باتصال بدراغون لتطمئن عليه، وعلى الأغلب حكت له بأمر شيراوشي وعلى أنها أحد الأسلحة الأسطورية والتي يمكن أن تساعد الجيش التوري بتحقيق هدفهم وهو الإطاحة بحكومة العالم. والآن أظن أن أحد خطط دراغون التحرك نحو هذا الاجتماع وعدم السماح لحكومة العالم بمعرفة سر شيراوشي، ومحاولة دراغون لإقناع أمير شيراوشي بالوقوف جنبا إلى جنب مع الجيش التوري، لأن في حال حكومة العالم علمت بسر أمير شيراوشي فأكيد لن يسمحوا لها بالذهاب، وسيستغلون قوتها ضد الجيش التوري أو حتى اليونكو أو أي عدو يهدد حكومة العالم. ودراغون بطبيعة الحال سيعمل كل ما في جهده حتى لتحقق حكومة العالم هدفها. وأيضا قبل أن نختم هذا المقطع أريد أن أضيف شيئا آخر، على أن في الشمال الريفيري راح تكون متواجدة البحرية والممثلة برئيس أدميرالة أكاينو، وقد يتم الكشف أخيرا على الأدميرال الجديد الثور الأخضر. من هنا